كتير جدا بيتكلموا او بيسالونا بعد المقدمه اللي احنا اتكلمنا معاكم فيها دي، هنبدا منين؟ اقول لكم هنبدا منين. هنبدا من مفتاح اللغز، هنبدا من الحته اللي خلت النادي الاهلي لما يبعت للكاف مجموعه من الطلبات او طلب استضافه يترد عليه باول حاجه ان لا، احنا كان في خطاب لتقدم الانديه المصريه من خلال اتحاد الكره، لان الدوله هي اللي بتستضيف نهائي افريقيا، وحضرتك اتحاد الكرة المصري ما تقدمش. هنبدأ من هنا، لأن أنا في رأيي كل ما فعله الكاف استغل ليه ستار هو الخطاب ده. كل اللي عمله الكاف بعد كده من موبقات ومن إساءات ومن فساد ومن كل حاجة تتخيلها كانت بدايتها هي النقطة دي، نقطة تعتيم الاتحاد المصري لكرة القدم على خطاب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا. طبعا ده الخطاب قدامكم اللي كان في تاريخ 19 يناير، وهنروح لقصة الخطاب بعدها وكل حاجة. احنا هنا في قناة النادي الاهلي وهنا تحديدا في الفقرة دي فكرتنا ان قصة الخطاب مش هتتفرق دمها بين القبائل، وحق النادي الاهلي مش هنتوه ونقول هو راح فين فيما يخص الشق المصري اللي يخص اتحاد الكورة. وعلى فكرة القصة ما تخصش الاتحاد ده بس، القصة تخص تعطيل النادي الاهلي من اتحادات كتير مختلفه، سواء انه لما كنت رحت خسرت من صن داونز بخماسيه وبتلعب قبلها ببرج العرب مع الزمالك في اجواء كلنا فاكرينها، ثم الاتحاد قبلها ب 48 ساعه تروح تخسر من صن داونز. حتى يا اخي قبل مباراه المقصه، قبل مباراه صن داونز العوده لعبوك مباراه المقصه ب 48 ساعه. حاجات كتير جدا كنا بنتعطل فيها طول الوقت، خطابات فيها مصلحه النادي الاهلي بتختفي، خطابات فيها ضرر على المنافسين بتختفي، بس في الحالتين الاختفاء سره مختلف، ايقاف قيد ومشاكل وبتاع داري، بس حاجه فيها مصلحه النادي الاهلي داري، بس هنا عشان تضر النادي الاهلي وهنا عشان تخدم اطراف تانيه. النادي الاهلي في قصه الخطاب دي يا اسامه اكيد هيكون عندك تعقيب في البدايه قبل ما نروح للفيديوهات، اعتقد هنروح ونقول للناس الخطا فين بالظبط. لا، هو الخطاب ده كان مصيره زي خطابات كتيرة جدا جدا جدا. احنا دلوقتي بقينا في اتحاد الكرة بنبحث عن طاقية الإخفاء. الدرج ده فيه ايه؟ فيه ايه؟ فيه فيل. الدرج ده فيه ايه؟ فيه خطاب. احنا دلوقتي كل خطاب بيدخل من شأنه الإضرار بمصالح النادي الأهلي بيتم إخفائه، لدرجة ان طلع احد رؤساء الأندية تحدث بوضوح وقال احنا أخفينا خطاب إيقاف القيد حتى نحافظ على استقرار الفريق للحصول على درع الدوري. وطلع رئيس اللجنة الثلاثية الأستاذ أو المهندس أحمد مجاد يدافع ويقول أنتم دخلكم إيه؟ ده خطاب ما يخصش أي حد غير نادي واحد. لا حضرتك، المفهوم خاطئ، ده يخص كل الأندية، بل كمان الأهم يخص لاعبين. أنا عشان أتعاقد مع لاعبين مصير اللاعب ده إيه؟ ما هو مش هيتم قيده، طب بتعاقد ليه؟ ما بشوف فرصة تانية، وليه يحصل إعارة؟ وليه يحصل بند عقد ثالث؟ وانتقالات الجسر اللي لسه ممكن نشوفها في فترة الانتقالات القادمة. فكل خطاب بيجي فيه مشكلة بيتم إخفائه، زي الخطاب ده بالظبط تم إخفائه. ولكن احنا قلنا عارفين حقنا فين، لكن للأمانة أنا مش قادر أفرق بين اتحاد أو لجنة ثلاثية أو اتحاد مسؤول جاي بانتخابات الاتحاد كرة القدم. احنا بقى هنعرف الاتحاد ده اللي بيرمي الكرة على الاتحاد اللي قبله، والاتحاد اللي قبله اللي بيرمي الكرة على الاتحاد اللي بعده، القصة هتروح فين؟ ونشوف مين العامل المشترك اللي لازم يتحاسب وما يكونش فيه موظف غلبان كبش فدا. بمناسبة كبش الفدا، هو ده اللي هنبدأ نروح منه، لأن اتحاد الكرة طلع خبر امبارح، مش هو رسمي، ده خبر بإقالة 12 موظف، ببساطة بالونة اختبار، وأصلا حتى ما فيش كبش فدا. جمهور النادي الاهلي هياخد الخبر ويهدى، ولا جمهور النادي الاهلي هيفضل بيدور على المتسبب الرئيسي في الازمه؟ ايوه، هنفضل ندور على المتسبب الرئيسي الازمه، لان ده بدايه الخيط. هنرجع بيكو ونشوف اصلا بدايه تصريحات اتحاد الكره قبل النهائي بفتره كان شايف القصه ازاي، وكان وقتها الامور اهدى، وكان وقتها في كلام ينفع يتقال على لسان الاستاذ ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكره. نطلع ونشوف، وعندنا تعقيب مهم. انا سامعك طبعا هاني وانت بتتكلم، ليه ما تقدمناش بطلب؟ ايوه، احنا الفتح باب
التقدم بطلبات كان قبل الاتحاد الحالي ما يجي ويتسلم زمام الامور في الاتحاد المصري لكره القدم. الباب اغلق ايوه بعد ما احنا جينا، لكن طبعا انت جيت يوم 5 كانت الانتخابات على ما الاجراءات بتتاخد للسلام والتسلم، فطبعا ده كله كان موجود في عدم وجودنا كاتحاد منتخب خلال وجودنا او تولينا للامور، فبالتالي الامر ده كان موجود مع اللجنه اللي كانت موجوده قبل كده. أيوة. وبتمثل او بتدير الكره المصريه. طبعا ما ساعدناش. طيب اعتقاد لا انا بس أتفضل. اعتقادي ان لازم عشان الاتحاد يتحرك ده بيبقى بناء على طلب من الانديه المشاركه في دوري رابطه الابطال، سواء كان الزمالك في ذلك الوقت والاهلي طبعا اللي مواصل المشوار حتى المباراه النهائيه، زي ما انت قلت دلوقتي ان مثلا بيراميدز طلبت في الكونفدراليه من الاتحاد او في اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت وبناء عليه تقدموا بطلب، فده طبعا بيبقى مشروط الاتحاد لا يتقدم من تلقاء نفسه من الانديه المشاركه اللي بتطلب. اعتقد انه بيكون الاتحاد برضه مسؤول، لانه مثلا السنغال ما عملهاش ممثل في بطوله دوري ابطال افريقيا وقدمت طلب لاستضافه النهائي. كلام يبدو لك حلو، يبدو لك مرتب، ولكن صدقني ما فيهوش ولا كلمه صح. على فكره لا ابالغ، ولا كلمه صح. انا شخصيا ما اشتريتش الكلام ده، زي كتير من جمهور النادي الاهلي اللي واثق ان هم مش هيشتروا الكلام ده. اولا فكره احنا استلمنا يوم 5 والساعه ويوم 6 صحينا متاخر شويه فوصلنا للاتحاد يوم 7 والكلام ده كان بدايته مع الاتحاد القديم. طيب انت تاريخ استضافه اصلا الطلب اللي خطاب الاتحاد الافريقي اللي عرضناه في البدايه 19 يناير، يعني حضرتك كنت 5 و6 و7 لحد يوم 19 موجود في الاتحاد. الخطاب اللي طلعناه في بدايه الفقره 19 يناير، يعني كل اللي اتقال عن الشق ده كلام ليس له اساس من الصحه، قصتك انت والاتحاد الاخر دي هنروح لها واسامه هيكلمكم فيها وبعدين دي مش مشكلتي، انا بكلمك بشكل واضح انت عندك خطاب 19 يناير، يعني حضرتك كنت موجود من 5 يناير. كل اللي اتقال في الجزئيه دي غلط. تعالى بقى نروح للحته الاهم. اصل جرى العرف ان القصه ان النادي هو يقول للاتحاد ان هو عايز يستضيف فالاتحاد. طيب هو انت اصلا قلت لي؟ يعني هو انت اصلا الكلام ده لو الاتحاد الافريقي بيبعت للنادي فالنادي يقول للاتحاد المصري انا عايز انظم، هو انت اصلا اخترتني؟ انت اصلا بعت لي؟ انت قلت لي ان جالك خطاب وبالتالي هل ترغب ان انت هتكون مكمل في البطوله او ممكن زي السنغال انت عندك رغبه ان انت تكمل لوحدك خالص او تستضيف بغض النظر في نادي ولا لا؟ حضرتك كلامك غير مظبوط بخصوص التواريخ وخصوص هل ده يخص الاتحاد السابق ولا الحالي. حضرتك كلامك غير مظبوط بالمره فيما يخص دور النادي الاهلي اللي ما ينفعش انت تلومه في دور وهو اصلا لم يخطر. فاعتقد من بدايه الموضوع واضح القصه، بنخلص من مصيبه بنرميها على حد وخلاص. او يمكن حتى يعني الزميل هنا تحوت قال له لا، علاقه الانديه بالموضوع الاتحاد السنغالي كان مقدم في الملف قبل ما يحصل الانسحاب، وده لوحده بيرد على اي حد بيشير باصابع التقصير للنادي الاهلي. ولكن هو قال اصل الموضوع مش متعلق بينا والخطاب يوم 19، الاهم كمان ان اتحاد الكره بدا من يوم 7 اتخاذ قرارات كاتحاد منتخب بشكل شرعي تماما، فبالتالي فكره ان انت لما يجي لك الخطاب يوم 19 وتقصر في ارساله، واللي هنعرف كمان لما بدات التواصل مع وزاره الشباب والرياضه تبعت ايه وبطولات ايه وايه اللي يتحقق وايه اللي ما يتحققش ده هنتكلم فيه. لكن خلينا نروح للاتحاد القديم، ليس كل ما يعرف يقال. هل الموضوع عندك يا باشمهندس احمد مجاهد؟ نطلع ونشوف الفيديو. ليه ما قدمناش طلب بخصوص استضافه نهائي دوري ابطال افريقيا النسخه دي؟ طب نرجع شويه. اولا حد بلغني ان حد من الزملاء الاتحاد بيقول ان الكلام ده كان في عهد الاتحاد السابق او اللجنه. ايوه. في جوابات سهله جدا موجوده في الاتحاد ممكن تطلع بمنتهى السهوله. الموعد النهائي لتقديم طلب استضافه المباراه النهائيه في نهايه فبراير. نهايه فبراير 28 فبراير. تمام. الاتحاد الجمعيه العموميه للاتحاد يوم 5 فبراير توقعات البنك في توقعات اتغيرت يوم 5 فبراير يوم 5 يناير اسف يوم 6 يناير اتخذ الاتحاد قرارات بالفعل، يعني مثلا له قرار اللعيبه اللي ما تتنقلش 50 كيلو، مش عارف زاد عدد التغييرات في القسم الثاني والثالث، مش عارف ايه بعد كده حصلت اجتماعات كتير في مجلس الاداره، يعني بتتكلم في شهرين الا 5 ايام بالظبط. ده كان على الديدلاين. تمام. للتقديم. فالمساله يعني انا مش عايز يعني الوم على حد، وانا ما بحبش كل الناس الزملاء على راسنا من فوق، لكن
يعني اما وان ذكر ان المساله يعني الاتحاد القديم، لا هو اليوم النهائي الموعد كان يوم نهايه فبراير، والاتحاد كان تسلم من شهرين من شهرين الا 5 ايام. تمام، حلو جدا كلام الباشمهندس احمد مجاهد، كلام منطقي. سيبك من ان الخطاب جه في ديسمبر او جه في يناير وان الاثنين يتحملوا المسؤوليه، لكن هو قال لك ان اخر موعد هو نهايه فبراير، يعني المفترض لو انا كسلت يا سيدي ما بعتش في ديسمبر او في يناير، انا جاي بعد اتحاد منتخب اتخذ قرارات قبل تاريخ 19 يناير، كان يقدر من ضمن القرارات دي يحط قرار تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا قبل نهايه فبراير. كلام منطقي جدا. اذا هل كده تفرق الخطاب ما بين القبائل واصبح الدرج ما فيهوش فيل واصبح الدرج فيه خطاب؟ طاقيه الاخفاء نزلت على الخطاب ده في المجلس المعين او المجلس او اللجنه الثلاثيه والمجلس المنتخب. طب ما بالعقل كده، هو مش كل اتحاد له مدير تنفيذي؟ كل اتحاد ليه مدير تنفيذي، ولكن القصه كلها في رغبه المدير التنفيذي ايه، وده اللي هنسمعه بعد ما وصلنا لفكره ان كان الاتحاد الحالي، وانا بأؤكد الحالي، في يده كل الامور المتعلقه باستضافه المباراه. نطلع بقى نشوف تصريحات المدير التنفيذي وهو احد اهم المسؤولين في اي اتحاد في العالم بيفسر ايه وبيتكلم لا ازاي. لا ومش احد اهم المسؤولين في اي اتحاد في العالم، واحد اهم المستمرين في كل الاتحادات وكل اللجان في منصب المدير التنفيذي. ده اللي هيفسر اللي هو قاله. فنطلع نشوف الفيديو ونسمع الكلام اللي اعتقد برضو انتم مش هتشتروه زي كلام استاذ ايهاب الكومي. نطلع نشوف الفيديو. برضو السؤال يعني، هل يعني مثلا لما وصل الجواب للاتحاد اللي كان بيرقصه السيد احمد مجاهد ما ابداش اهتمام، ليه ما بعتوش للانديه؟ بيراميدز بعت بس عرفت انه كان اجتهاد اعلامي. دي حلقه مفقوده في الموضوع يا دكتور وليد. ما انا زي ما بقول لحضرتك، هو عشان لسه نظام جديد فوارد ان يحصل فيه اي نوع من انواع الارتباك او اللخبطه. عشان كده بس هو مفترض ان انا النهارده داخل البطوله وعارف ان اولها يمكن اول خطاب جه خاص بنظام البطوله كان في 6 ديسمبر او 9 ديسمبر حاجه زي كده. نعم. ومحدد نظام البطوله ومحدد ان اخر مباراه هتتلعب بالطريقه دي وهتتلعب على ملعب واحد مش بنظام الذهاب والاياب. نعم. فانا يعني اعتقد ان كان يعني كانت حاجه غير مقصوده او ما الى ذلك يعني. هل على اداره النادي الاهلي اي لوم في عدم مخاطبه الكاف يا دكتور وليد؟ لا، هو النادي الاهلي لازم بيخاطب عن طريق الاتحاد المصري. واللي هو اصلا يعني الاتحاد لازم يخاطب الانديه، فالانديه تخاطب الاتحاد ثم الاتحاد يخاطب الكاف. لو انا بتكلم مزبوط. صح قول لي صح. مظبوط يا فندم. لانه برضو البعض يعني قال انه طب النادي الاهلي ما خاطبش مباشره ليه؟ اعتقد كلام حضرتك كده بيبين انه مش من حق النادي الاهلي على الاطلاق يعني. خلاص يا جماعه هنقفل القضية، مش محتاجين نتكلم فيها. طلع خطأ غير مقصود. أستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكورة قال لنا إن هو خطأ غير مقصود. خلاص حصل خير، معلش يا أستاذ وليد الأخطاء واردة، حضرتك دوست على رجل واحد فبتقول له خطأ غير مقصود، أنا آسف. ده كلام يعني أنت بتتكلم في حظوظ فريق وبتعترف إن لم يكن للأهلي القدرة على التقدم لاستضافة البطولة أو النهائي إلا من خلال اتحاد الكرة، يعني أنت حرمتني كإدارة من حق المشروع وتقول لي خطأ غير مقصود، أصرفها فين؟ جمهور النادي الأهلي يصرفها فين؟ 80 مليون أهلاوي يصرفوا خطأ غير مقصود فين؟ خطأ غير مقصود ده حضرتك لما تكون معاك مشكلة مع واحد في الاتحاد أو قلت له كلمة فهمها غلط، إنما ده تقصير في حقوق النادي الأهلي، تقصير في أداء مهام وظيفتك وواجبك. والموضوع ده لمصلحة مين؟ هل لمصلحة ناس بنوري لما كانوا موجودين كنا بنستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا وبننظم كأس الأمم الإفريقية وكنا أقوياء قوي، بس لما مشوا بصوا بقى وضعكم إيه؟ على فكرة لو ده وارد حضرتك كاتحاد كرة، أستاذ جمال علام، كابتن محمد بركات، كابتن حازم إمام وكل اللي موجودين في الاتحاد، أنتوا أولى تحاسبوا المدير التنفيذي اللي كان ده هدفه. أما لو هدفه حاجة في وجودكم فإحنا قصتنا معاكم أنتم، فلازم بكل الناس كل المسؤولين في اتحاد الكرة، رئيس اتحاد الكرة مرورا بكل الأعضاء بلا استثناء،
الكلام ده يا جماعه لما بنحصل في الاتحاد الافريقي اللي احنا بنقول عليه فيه فساد ومشكله يا اسامه، تعالى ارجع لقضيه احمد او غيرها من القضايا، هتلاقي بينزل ملف بي دي اف عباره عن 60 70 ورقه بيقول لك التحقيقات حصل فيها كذا والقرار كذا ورجع حصل كذا. الاتحاد اللي احنا بنصفه بالاهمال وبنصفه بده وعندنا مشاكل معاه، حضرتك فين اداره الازمه؟ انا عايز قرار، عايز بشكل واضح يتقال ده وصل يوم كذا، مين اللي استقبله، عمل بيه ايه، ننتهي لقرار معين بفصل موظف، ايقاف موظف، تحويل موظف للتحقيق. انما خطا غير مقصود لنا كاهلاوي ولا غيري من الاهلاويه مستحيل يقبلوها. مفيش اصلا خطا غير مقصود، ليه مفيش خطا غير مقصود وهنثبت ان الخطا كان متعمد وكان منوط او موجه تحديدا للنادي الاهلي؟ ده هنعرفه منين؟ لان الطبيعي انت لما بتيجي تنظم بطوله بيكون في موافقات على البطولة دي وبيتدخل فيها وزير الشباب والرياضة في بعض البطولات، فبالتالي بيروح له على الأقل خطاب يقول له أصل احنا عايزين ننظم البطولة واحد واثنين وثلاثة. فهل فعلا الخطأ اللي اتكلم فيه العنصر المشترك؟ يعني ايه العنصر المشترك؟ الشخص اللي كان موجود في اللجنة الثلاثية مع المهندس أحمد مجاهد دوره مدير تنفيذي هو نفس الشخص اللي موجود مع المنتخب او الجهاز المنتخب او مجلس اداره الاتحاد المنتخب برضه دوره مدير تنفيذي، فلو في احد يعني يتوجه اليه اصابع الاتهام بالتقصير فاول واحد هيتحط في القائمه هو المدير التنفيذي، وده مش معناه اننا بنعفي مجلس اداره اتحاد كره القدم من المسؤوليه سواء الاستاذ جمال علام او الاستاذ خالد رندلي او الاستاذ عماد متعب او حازم امام او الاستاذ ابو الوفاء اللي طلع امبارح وقال انا يا جماعه ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. لا استاذ عماد، كابتن عماد متعب، كابتن بركات وكابتن حازم امام، اقول قلت عماد متعب؟ لا، عماد متعب نائب رابطه الانديه. او الاستاذ محمد ابو الوفاء اللي اتكلم وقال يا جماعه انتوا يعني جايبيني فين، ده انا ما اعرفش اي حاجه اصلا عن اللي انتوا بتقولوها دي، وعايز اقول لكم ان ما فيش 12 موظف اتفصلوا ولا حاجه. فيعني دور جميل جدا لاعضاء ومجلس اداره اتحاد كره القدم المصري.